إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم إخواني الطلبة، الآن سنقوم من خلال هذا الفيديو على كيفية حساب بعد نقطة عن مستوي في الفضاء. إذن القانون هو كالتالي: بعد نقطة، ها هو أمامكم، بعد نقطة ب عن مستوي، هي القانون هو كالتالي: هو إحداثية الإكس في مركبة الإكس للشعاع الناظمي، يعني هكذا واحد في واحد، زائد الإيجراج هنا كما تلاحظون في الإيجراج هذا، إذا تعطي لكم زائد ثلاثة في الإيجراج هو الناقص واحد هكذا، زائد هذا تبعه اللي هو الزاد في ماذا؟ في الزاد، زائد الدي. ما هو الدي هنا؟ لاحظوا تابعوا، هذا هو الدي. لو كان صفر ضعوا صفر، لو كان خمسة ضعوا خمسة، لو كان مثلنا هنا ناقص ثمانية نضع كذلك هنا ناقص ثمانية. على ماذا؟ على مربع هذا وهذا وهذا، مجموعهم يعني على مربع واحد مربع زائد ناقص واحد مربع، لا ننسى الأقواس هكذا، زائد اثنان مربع. نكمل الحساب، تابعوا. تعطي لكم هنا كم؟ واحد، وهنا ناقص ثلاثة، وهنا اثنان، وهنا تعطيكم ناقص ثمانية، على مربع الأول زائد الثاني هكذا، زائد أربعة، لأن اثنان مربع تحت الجذر، تساوي لنا ماذا؟ نكمل هكذا، وعليكم أن تجدوا قيمة موجبة. تابعوا في المقام، تعطينا الجذر ستة، في البسط لاحظوا ناقص ثلاثة مع هذا وهذا وهذا يذهبان، لأنهم تعطيكم ثلاثة ناقص ثلاثة وتعطي لكم ناقص ثمانية، تساوي لنا بما أنها القيمة المطلقة تصبح كم تساوي؟ تساوي لنا ثمانية على الجذر ستة، وهي قيمة موجبة. يمكن لنا تنطيق المقام، يعني تصبح ثمانية في جذر ستة على ستة، يعني قمت بجذر بضرب جذر ستة. الآن نختزل هذا مع هذا، تعطي لنا ماذا؟ أربعة جذر ستة على ماذا؟ على الثلاثة. هذه هي البعد، ووجدناه قيمة موجبة، وجدناه قيمة موجبة. ملاحظة، لو تجد القيمة البعد هو صفر، تجد مثلا هذا البعد، كل هذا الحساب ستجده صفر، ماذا نستنتج؟ نستنتج أن تلك النقطة تنتمي إلى المستوي، لأن البعد بينهما صفر، إذا نقول أنها تنتمي إلى المستوي فقط. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو.